في طب دكتور علي، طبعا انا يعني بحب جدا لغه الارقام. لو اتكلمنا بقى عن مقومات صناعه الدواء في مصر، بنتكلم على انه نسبه التصنيع المحلي من احتياجات الدوله للدواء تقريبا 88%. مصر كمان بتمتلك اكتر من 700 خط انتاج، نتكلم عن حوالي 70,000 صيدليه، ده على مستوى الجمهوريه. اخر الارقام بتقول ان احنا عندنا حوالي 152 مصنع للادويه، وفي حوالي 40 مصنع اخر تحت الانشاء. اهميه هذه المقومات، لانه كمان احنا عندنا الصادرات زادت الفتره الاخيره، ودي نقطه ثانيه هتكلم عنها. اولا احنا بالنسبه لينا كصناعه دواء، زي ما حضرتك قلتي 152 مصنع دواء في مصر، ال 152 مصنع دول مرخصين بيغطوا معظم الانتاج. احنا بننتج حوالي 92% من احتياجاتنا كبلد. حجم السوق السنه اللي فاتت قافل في حدود بيع حوالي 90 مليار جنيه. نمو السوق المصري متوسطه من 10 ل 12% سنويا، ودي اعلى نسبه نمو على في صناعه الدواء، وبالتالي ده مناخ جيد للاستثمار. وبالتالي من يريد ان يستثمر يستثمر في هذا القطاع. مصر 100 مليون، ال 100 مليون ده بالنسبه لدول الشرق الاوسط وافريقيا يعتبر من ليه حجم سوق قوي وواعد. الجزء الاهم من ده هو ان احنا كصناعه دواء اثبتنا وجودنا في جائحه كورونا. من الموجه الاولى للموجه الرابعه جميع الأدوية الأساسية لعلاج كورونا وأدوية البروتوكول موجودة ومتوفرة وبأيادي مصرية. صحيح، مصر هي أول دولة في الشرق الأوسط نصنع بروتوكول علاج كورونا وبأيادي مصرية. احنا مش بس كده حضرتك، احنا على مستوى الأزمة أثبتت أن رؤية القيادة السياسية لبناء بنية أساسية ووضع استراتيجيات في مصر، زي مثلا التطعيمات مثلا. الأزمة العالمية وهناك الخلاف العالمي على أنه الدول الكبرى صارت بالتطعيم، مصر في عز الأزمة استطاعت أنها تنوع مصادر التطعيم من أكثر من شركة ومن أكثر من مكان توفيرها. مش بس كده، جودنا بكفاءة عالية، لأن احنا عندنا البنية الأساسية اللي القياده السياسيه مهتمه بها، وجود تطعيمات، مصنع تطعيمات خاص بمصر. هذا المصنع اللي هو البكسيرة مصنع مصري وتابع للدوله المصريه، هذا المصنع كفاءه عاليه. وبالتالي تمت دراسات للتطعيمات مع احدى الشركات الصينيه، وتم عمل تجارب سريه عليها واثبتت كفاءه وجوده عاليه. فمصر النهارده صناعه التطعيم الخاص بكورونا لتغطية احتياجات الدولة المصرية. فده بيبرز ان مدى انه دايما لما تبني للمستقبل، فانت النهارده بتبني لحاجة افضل للشعب المصري. الاهم من ده هو انا الدولة الوحيدة في افريقيا اللي املك مصنع خاص بالتطعيمات، مش موجود في حتة تانية.